سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى مبارك لكل المصريين. يا رب بكرة يبقى عيد سعيد عليكم وكل أهليكم، وتقضوا يوم حلو وتقضوا أجازة سعيدة. وطبعا زي ما احنا متعودين بقالنا أسبوع وبفكر حضراتكم، مطبخنا العيد هو السمة الرئيسية فيه. فبما ان احنا النهارده في وقفه العيد وبكره العيد، فعاملين بقى زي ما قلت في الاول فتة موز، هي فتة موز، فتة موز بالزبادي. ده طبعا نظرا لعدم الخبره في المطبخ، فتة الموز بالزبادي وقرع العسل. ومعانا صديقتنا راويه من القاهره. راويه اهلا وسهلا بيكي، كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتم طيبين وبهنيكي على ذوقك كده ولبسك واحساسك حلو. انتي وقفه العيد حلوه كده وشغلها. مشاهدينا كلهم كل سنه ومصر طيبة يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله. ومعانا احدث عريس في ام برضو كريم. مبروك مبروك. طب ده حلو، انا ما رضاش استغنى عنه. طب ده كنونه يعني النهارده. اه هتاكل النهارده عندنا بقى. انا احب الموز قوي بجد. طب عندنا فته دي شامي، فته شامي. فته بالزبادي. مقادير بقى، بصي المقادير عندنا نص كيلو موز مسلوقه، كوبايتين شوربه، معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقتين زبده كبار، معلقتين خل ابيض، معلقتين زيت، كوبايتين زبادي كبار، والملح والفلفل ورز ابيض وعيش الشامي المحمص. تمام. بس لما بحمصه ولوز بتحطيه مع حاجه؟ بحطه مع حته زبده وفصين توم كده. عشان يبقى كلهم واخدين نفس الطريقه. طيب احنا دلوقتي ايه بقى هتحطي؟ ايه خلي بالك، هنعمل بس التقليه بتاعت ال اهي. طب خلي بالك عشان الدنيا سخنه هنا عندك. اوكي ثواني. يلا على طول اهي سخنه جامده. ها بس ما تعتبرش تقيله الاكله دي. لا لا دي خفيفه جدا. ازاي يا كريم؟ يعني زبده وكل ده؟ لا هي زبده في العيش. لا ما هي زبده يعني انت جات على الزبده دي. امال بقى الخروف بتاع بكره على فكره يا منى ممكن باكلات العيد. لطيفه. ممكن العيش الشامي يتحط في الفرن يتحمص في الفرن. بس هي عشان تبقى لذيذه بصراحه تعمل كده. الناس يكرهوني يقول لي بقول لك ايه يا منى؟ الرجيم اللي عرفته. العيد كل سنه وانت طيبه. بكره عيد فته. عيد فته. فته اكل في ايه؟ خلاص كده اهي. والله لا اكلك من النار. العيد فته مش اللي هو وحاجه طبعا. بصي بقى هنحط ايه؟ هنحط خل. هنحط الخل. دي خلي بالك دي طشه دي الطشه بتاعت الفته. اوكي. وبعدين زبده وتوم. ملهاش شهق دي. لا مش ملوخيه. مش ملوخيه. بعدين هزودها شوربه. شويه شوربه. دي كده. دي كده الصوص بتاع ال اسمها ايه دي؟ الفته. كويس. طيب الفته نحط فيها بقى ملح. ماشي. هاتي حط لك انا ملح زياده. ملح. اوكي. هتحطي ملح وايه؟ ملح وفلفل. اوكي. يلا كويس. بس كده انا بصي بقى تاخد غلوه بس. غلوه واحده. احنا هنحط شويه هنا شويه عيش. اوكي. هنا وهحط عليهم الزبادي ده معمول برضو في فص توم. يعني انت عامله ده زبادي عادي حاطه فيه توم بس كده. باخد الطشه عماله باخد هنا ريحتها خطيره. باخد كده معلقه. تمام. اخر دور بقلبها كده وبروح واخده من فين المغرفه. انا اول مره اشوف بقى حد بيحط الزبادي تحت معلقه العيش. لا فكره حلوه. هي قريبه من الفته اللبناني. هي بتسقسقي بيها كده. اوكي. بس بعدين هحط الرز. ولا يهمك. هحط الرز طبقات. ها حط الرز. الروايح يا جماعه مش هينفع. النهارده مش انت عماله تقولي النهارده صيام هيلثي فود. ايوه طبعا احنا مش هنقدر ندوق ولا حاجه. حطينا الرز. تمام. برده بعد الرز هحط ايه بقى؟ هحط شويه حبه صوص برده. بالظبط كده. اوكي كده الزبادي على العيش خفيف ده من تحت. هحط بقى دلوقتي الصوص بتاع الفته. تاني بفكر كل اصدقائنا احنا بنحط زبده وزبده وزيت وتوم وايه تاني وخل خل وملح وفلفل. برافو عليك. ومشوحين وحبه شوربه صغيرين علشان يبقى ادي الزبادي اهو كده فوق.
يعني زبادي تحت وفوق. حلو. طبعا اقل تحت بيكون الزبادي، احنا حاطين فيه جزء ثوم، يعني حبه ثوم كده واكيد متملح فيه ملح وبحط عيش فوق عشان ما يترش، يبقى مقرمش كده. اه الحبه ما يترش. بعدين تقومي بقى مسقسقه الشوربه دي. خلاص خلصت. طب الشوربه اهي برده الفته عند مدام راويه مختلفه، لازم تبقى فته مختلفه غير اي بيت. ده انا هعملها. انت تعملها ولا مراتك اللي تعملها؟ عروستك. قول لنا، مش عايزين نخلي طبق مصري يعني. العروسه بتعرف. انا هعجب بيك جدا لو انت النهارده، لو انت بكره الصبح جبتها لك وجيت. لا مش جبتها لي وجيت، عملتها لمراتك. انت هتعملها ولا العروسه هي بتعرف تطبخ ولا لا؟ طبعا الموز. اه ما انا اتخنت من شويه. اه شكلك يا كيمو، بس ايه باي، واضح ان هي طباخه ماهره. ماهره الصراحه. دي مفيده. خلاص احنا كنا سالقين الموز دي. صح. والموز دي يعني احنا بنجيبها من عند الراجل. ممكن بقى تعمليها بموز بتلو، كندوز، داني، زي بقى ما حد. بس انا هاخد بقى دول هنا. طب والناس اللي بتحب بقى تحط شاورما والحاجات اللي هي ممكن على فكره الفته دي. ماشي، بس ممكن عادي تبقى بالشاورما برضو. يعني ممكن تعمل نفس الطريقه بالظبط، بس بدل الموز يبقى شاورما. ممكن يبقى بيف متقطع وتعمل. اصل في حاجات كتير، ناس بتحط جمبري وناس بتحط شاورما. يبقى كده الفته، يبقى الطبق الاولاني بتاعنا جاهز وما اخدش مننا خمس دقائق. حلو قوي ده الطبق الاولاني. احلى اكله بتعملها العروسه ايه يا كريم؟ كله بصراحه، كله شايفه الشهاده بقى، شايفه الربربه. بصي بقى الشهاده دي جميله. بصي طيب المقادير الثانيه، احنا هنعمل قرع عسل. صح كده، هنعمل قرع عسل وقرع العسل. بصي القرع كمان دلوقتي كتير ورخيص. فعندنا كيلو قرع عسل، وعندنا كوبايه سكر كبيره، ولتر لبن، واربع معالق دقيق، ومعلقتين زبده كبار، وقرفه، ومكسرات. جميل. ده بيخش الفرن. بس الاول طبعا هقول لك حاجه. طب سيبي انت بس. هو الاول هن القرع ده ايه بقى بتعملي ايه؟ بتسلقيه؟ القرع مسلوق. بيفضل على نار هاديه كده لغايه هو ما يبقى بالمنظر. ما بيتحطلوش ميه هو لا لا لا، هو بيجي يعني انا اقشره من جوه واحطه في حله وما احطش ميه وما احطش اي حاجه خالص، اي حاجه معاه، واحطه على نار هاديه يفضل ياكل في نفسه كده ونازل ميه. احط معلقه قرفه بس وهو بيه، وبعدين احط عليه السكر يفضل بقى هو مع بعضه. احط عليه سكر قد ايه؟ كوبايه. كوبايه سكر. المقادير احنا دلوقتي هنعمل، لو احنا قلنا المقادير. انا بقول لها احنا بس هنعمل دلوقتي البشاميل. تمام. البشاميل بيتحط على القرع. اوكي. عايزه زيت؟ لا لا خلاص، ممكن تحطي الدقيق على طول. على طول. في ناس طبعا بتقلب الدقيق مع اللبن على البرد عشان ممكن. لو خايفه انه ينحرق منها ولا حاجه. اهو خلاص. يبقى حطينا ادي الزبده، وبعدين احنا حاطين حبه دقيق واللبن. انت ما حطيتيش الكميه كلها. على قد بقى ما انت عامله هنا. اوكي. بس تحب القرع يا كريم؟ ممكن بقى ناخد شويه قرفه. لو ساده ما بحبش المكسرات. في ناس بتحبه ساده كتير. نحط شويه قرفه. شويه قرفه على البشاميل. على البشاميل. احنا بحط برده جزء من ده. ده هياخد سكر. وده هيغلي وهيطلع الشكل ده. مظبوط كده. يلا سيبيه بقى يغلي هنا. خلاص ونبتدي نرص القرع بتاعه. ادي. وده برده بيتعمل لايرز ولا ده بيتعمل؟ اعتقد لايرز يا كيمو. احنا بنعمله مره واحده بس، يمكن مدام راويه دايما بتاعه الجديد. هنشوف هتسيب شويه لايه. لا انا كفايه كده عشان القرع. فيه فوائد هايله على فكره طبعًا. اللي بيحب فايده طبعًا. الاكل او اولاده يعني فيه فيتامينات كتيره جدا جدا. والله مش كده مدام راويه؟ طبعا. اوكي بصي بقى انا هعمل ايه. طبعاً انك انت بتعملي كده. لا بس انا هعمل حاجه، هحط معاه شويه بشاميل وبعدين عشان ياخد كله طعم واحد. صح. غالبا فيه فيتامين ايه يعني من غير فتوى، لان سمعت انه اي حاجه صفرة فيها فيتامين ايه مهم قوي. ما اعرفش بقى هيطلع فيه سي ولا هيطلع فيه. نتاكد نقرا برضه. نكلم دكتور. انت ايه بتعملوا فتوى عشان قرع؟ لا المهم انه بيتاكل. سؤال طبي بكده. وبعد احنا بياخد وقت قد ايه في الفرن؟ هندخله بقى الفرن هيقعد ايه ده بس وشه يحمر يعني. هنا اختلط شويه مكوناته كلها. نعمله مفصول التاني. الشكل التاني. دخلتي الكريمه. بصوا احنا عاملين النهارده عمايل. ادي الفته، ادي القرع،
اهو حاجه بسيطه كده، حاجه بسيطه كده يعني، بنقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين يعني. يعني 7 8 كيلو يعني 10 كيلو بالمية. عايزين ايه ده؟ انا عايزه اسال، ده بتنجان بالجبنه وال ده ايه بقى؟ بتنجان بقليه، بس بقليه بحطه في شويه دقيق اوكي كده وملح وفلفل وبيتقلي الدقيق عشان ما ياخدش زيت كتير. مقادير المقادير شرائح بتنجان مقلي وعندنا طماطم حلقات ومعلقه دقيق وثوم ومايونيز نص كوبايه وزيت لقلي البتنجان وملح وفلفل وبقدونس يعني تزيني بيه نعناع يعني. بتحطيها في الفرن واضح. انا معاكي انا الحقيقه الاكله دي يا منى تحفه. عندي ياسمين في امريكا زي بنتي بالظبط، فكنت بكلمها من يومين عايزه معلقه قالت لي انا عامله بتنجان بالموتزاريلا بالمايونيز والموتزاريلا. يعني بتحطي على المايونيز المايونيز التوم على المايونيز وانا من خلال البرنامج بتاعكم بقول لها كل سنه وهي هي في امريكا هي في امريكا وببوس علي وعمر كمان. احنا بنسلم على كل اصدقائنا اللي في امريكا وفي كل حته بره مصر كل سنه وانتم طيبين سعيد عليكم كل الاسره. وانا عارفه ان العيد بيبقى صعب جدا على كل المصريين اللي بره مصر. بنحط كده اهو. انتي قلبتي حضرتك على المايونيز الثوم خلاص انا فهمت مايونيز وبعدين نقوم حاطين وبعدين هنحط حته ثوم وحته طماطم واحده طماطم وحبه بروح حط عليها هنا برضو مايونيز بالظبط طبقه كده والجبنه وهيدخل الفرن هيدخل الفرن 5 دقايق ده كده عشان اولادها ما بياكلوش البتنجان المقلي ممكن تخبيه بقى في الموتزاريلا بس حلو وبكده وبكده التلات اكلات بتوعنا النهارده فتت موز القرع العسل وبتنجان بالموتزاريلا ودي اعتقد حاجات جديده يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع سفرتكم في العيد تبقى مختلفه بس برضو تبقى منتهى الدسامه. كل سنه وانتم طيبين. احنا الايام اللي فاتت عملنا لكم مجموعه من الاكلات اللي تنفع انكم تعملوها في اول يوم العيد. ان كان امبارح عملنا لكم اسمها ايه دي؟ عملنا سوفلاكي اللي هو كباب سوفلاكي اليوناني. وكان امبارح معانا انا جربته بالليل عملتيه تحفه بتنجان كحل جربتيه تحفه. وفواكه فواكه اللحمه كانت امبارح والنهارده ادينا بنعمل فتة موز. كل سنه وانتم طيبين وعيش عيد عليكم. فتة زبادي بالموز. تسلم.